neler yeşil şitaneli. Oyuma kuşlu ya kabini saneli. Zoni arıkı ver onu bir gel durta. Kaçma kıcı kaçma benim arıruta. Kumyu bakı hel kudyu tufurun yedum ta. İdi denisan mena bakan hemen ta. Şabu ayumani kıcı kido kıva. Duyre çeribam oldu ki şuriva. خود درواز دشتار ایده بیده چوری با پل بر جرامد بدل پل چوب بیتی گشتی با بر جد بابل سوا تقی جوشمه یسی قا خمیل سوا ريشتا ختا توريتا اكيد هاو بريخا كل ابن امتن يكت اينا جشوقي البرستا امتنيتا توريتا خزان خبيوي اخت مضينا قد يوخن برمش الداور ايوا خرزة خايا هذا غزة بدراي وخشلامة قبل امتن اينا جشوق اللن بمصعيوتة فيسبوك اما نيلي من شيكاغو رابي نمرس شليمون إلى خدخ من هنا بولتقايا وبتهاجخ الأهوالات اتقمتن اتقائم والدعور قمو قم بتخدن اشتا ألب شوى شوى صيبر أمتن هل اديوم إلى بخايا هنا قلت باشمت لا لتلن لا خاطرة لتلن أبخا خبركية وأني هنا سبب بولتقايا أما أمه بالخنانة قوشند الضاور أخ جبن بولتقاية كترة إيتن دوراشة إيتن بتبشهو جيتا من رابي نمرة شليمون هراد غزي قد يوخن شركاني إن بيتن قاريتن تلفون قديا ال اي ام بي ين بقارة كتويتني لي الفيسبوك وانا بتمقرون قا رابي نمرة سليمان ين شليمون من شيكاغو بشو رايا اكيد هو بريخه قد يخرى بنمرت ريشيت خويا برخته ريش الشيت قديو وكل ما يقرا شماني اثوراي وكل ناشدين يو اثرا رابي بداية وخ منبر اشتاء البيشو مو شوي شنه قد امتن اثوريتا الى بخايا بلشانا بهيا يوتو اينا قلت باشمتلا لتلن خا اطرا لتلن خا أبخا محافظة قد بيشا صرتا أخدا أمتا قد إلى خيتا بليشانا يوغ بخايا بهايا يوتا ينهوية يوغ بخايا إنا أرأى لتلن مبتان قديا رابي نمرد زي أن بس ما لغداوت لي خدش دستور يعني أنا باين مبرخن ريشة شيطة كل عراقيين وكل سوريين وكل بيت نهرنا القديم سب أو إذا دوس إلى بشميني أخسي أو إذا قم اشتال في شوام وشويشن أيدي أفورا إمبراطورية كل أن عمي دين يو ميدل إيست يعني يو أرض بيت نهرين إيوة وكل أن أفوراي من هيت خراب من نين لدي بليشانة أفوراي ورابي من نين هون معصوص إليني ورابي من نين خشميلة جانا يسور تخلت لي بخا دقيقة قاليهن قمة قدرة قاليهن طب أخني لا ما تقدر قاليهن أنا لي ما تي قدرة قاليني أو خاط الخانة كل تقايد كل قرار رابي بس باقت. إخوتي الأعزاء في العراق أولا وسوريا وكل أراضي بين النهرين أهنئكم برأس السنة الآشورية 6670 عام. هذا العيد ليس حكرا ولا حصرا للآشوريين بمختلف كنائسهم، بل هو عيد العراق، عيد سوريا، عيد فلسطين، حتى عيد تركيا، لأن كل هذه البلدان إلى اليمن
وسميت باليمن لأنها واقعة على يمين بيت نهرين. فمن هنا نقول لهؤلاء جميعا كل عام وأنتم بخير. باسيمة زيا زيا من دي قمايا خاي خريطة بعد دمر خامن دي يعني أي كل بخيال دي أخني الرابة دي بني داناثي ما قلخف شمت إذا إيكيتو لدمرخ إذا دريشة شيتة آثوراي أنا بتخيالي من دي قمايا أي آكيتو إلى خبرة سومري يعني بليشانة سومراي وأوى معناتها دي إلى إذا بهر ويعني شم دي بليشانة سومراي إلى إكتيس نومنم وبشمد لشان أكدايا إلى هرهادخ. أنا بدلبي كمصطلح سياسي جرق دمرخ ريشة شيتة آثوراي وأي دمرت بتشمل كل ناشي أديل مبلطل أي تسمية أو أو مصطلح يدت أني جبدي يعني بغجبد كل دنيا الرابي جاي لم تفقي المصطلحات إداتي كالي جوذا منطقة وسطى قمر ذوي ناشئ وجب مرذيل أو مرذيل أو بالتالي بدبري خلص كلهم توفق لما تغلش ميدي أكيتو سب يشمل السرياني والكلداني والآشوري وأي ليلة دوس بلكي طاح زاب سياسية لا خسر إلى جاني لدوس أخشي طأمثة جرت ما تخلي بشمة تأمثة من دي خرينا زي مقر خابو قارة الرابة جورة وأنا بدلبي دي انطيلنج وخاز زونا جرق دمرخ يعني بوش بشينا يعني وداعا يعني لابش زادخ جرق مخكغ بجرأة سب دوغلا امطا شيثا اي ليب ما مراني باتت امثا بينما الصدق والصراحة اي بنيال امثا وانا اكسيون اللي خامن شور اديو ميران شوت شوقخلي أو ريشة شيتة إسري إسري سب إسري إسري رابة بداور جو تاريخ من داني رابة وأخني خازخ مودين السبابة دلقني مونتي مودين السبابة دخني خصيرة قمودين ناشي خريني لثوان خيل دخوافيني بشل شميهن جو يونايتد نيشن بشل شميهن جو كل دنيا وقمودي أخني هر لا بارا ولا بارا سبي دمري جو سياسة دمري السياسة تأخذ بخواتمها أو نتائجها أخني إن داثق دي جو ظرف الملموس والمحسوس ما جيشخ أخني كآثراي لتلن شوبا جو ولذا معادلة سياسية لاجو أمم المتحدة لاجو دني قضايا كبرى إنما أخني مورالا أي جهة سياسية أو أي جهة سياسية وعلما انه اخني بشتلن حق تاريخي كل دن اخونا واثن خاي من نيني وبالزودة جو سوريا وجو عراق من هدخة يعني انا بيا مناسبة الرابة باين صوت بجرأة وبطلاب كل خاناشة بيكي انا التاون خليطة اختي رابة الى الشرارة اي التاويلي انا خاخيل واتاويل خاخيل اي رابة سبايلة الماط ليه ماطخ أخني الأزتوثة إلا خيال ديوك وخيال دي أنا قبلنك دغدت وآيت وآيت قبلت لي دغدن أنا هدخة أنا وآيت ماطخ خان دي شرارة يعني بيشانة أرباي دمريلا الاختلاف في الرأي هو طريق الوصول إلى الحقيقة أختي أجد تابلوك رأي واحد قائد واحد حزب واحد بخاصة دمرت أفرا دمرت أمثى دي خمن سبابة أساساية دي لم دومرت عراق كل مججوالة خاناشة وكل أن ملكوافة دينا جو ميدل إيست كل مججوجنة خاناشة وأوناشة كمتا وخيلان وكمتا ومصيانة لمسة لذلك بخاصلة دي كل بلدان الشرق الأوسط فشلة كل لا منتيلة بينما أجد خايد يدن أثروافة دينا ديمقراطية آنت لي خيال وآدت له خيال يعني الآن أن بشلي رئيس دودن كوميدي بار كيفي جركاوي للمؤسسات قد بلخق بيه من هدخة أخني أو بخيالي أنا
انكالخ قمودي اخمي لخمونتيه اذ جاء سباب رابي اختي بكالخ قدانا بيوخون قدن من داني يعني اساسيه او رئيسيه كزداني بتكال من دي قمايا اخني تشليبخ البعثات التبشيريه تشليب الانطلافاء توافى ايوخ اخني ايتا بمضمخة وايتا بخنوات سريان وكلدات اي تشلبتا ليلة تشلبتا الافوراي اي تشلبتا تشلبتا الى لنبعثات تبشيرية الدافي ولخة يعني خاشن كلدان بيشن كنيسة الكاثولي وسريان بيشن خام ذخرين وبرين انشقاقات جاوهن ورحت خاخني اني اي توافى اجت تاوي تشليب هيتخا معناتا اتو تشلاطا للشعب يعني الشعب ليلب يا شقاء اجدت اية تدخل غدمرة متفرق او مطوتبتا بل بيدخل بليشانة سورة بداخلوخ دجمن ديوخ ينخصم ديوخ اجت تاوي قطي قطي ماصد كل خا دجمن او خا خصم الشاقل خا قطة جانبية من هدخب خاستي اطوراي ان دمرق جو سوريا ولا جو عراق خاص حكمة آطوراي إينا منت أحزاب شيعية دين خيلاني حكمة بخازت لي منت أحزاب سنة دين خيلاني حكمة بخازت لي هون منت قرذاي دين خيلاني كتخمني جب خيلاني أو دني مكونات خيلاني بشاقل خاقطة من دني قطوات آطوراي دين كلهن بوربزي أو بوتبتي أو متفرقي أخشي إنهاوي وكلهن خاقة كمتاوي أو جب خيلانا وكمتاوي وأن مكونات خيلاني لمسي والتشلبي ولمسي والدودي وكل خامندي يعني أخني بتشلبت دن مئة توافى ولين مخيودي كأنه أخني أولاً شيادة اللي خصم دياً من دي قمايا ودجمن دياً من دي ترئي أولاً ما رباقذ هاي لخا شقل أو من دي بايت لذلك خازت لي أول دجمن دياً داود لذلك كان سورة مغنين خاص دي جو سوريا اتلوك سوتورو قرداي اتلوك سوتورو بلاخا من نتخوش ما اتلوك سوخك مخلين بلاخا بالنظ معارضة كد خاق الطردادو كأول سيم ثينك هذا جو عراق إذن أي إلى رابش مطل أخني ليلة لخمارة أنه يا إيه توافد أم يقرخ لكم رابا وأختن رابوتن بليخة طديقهم فتاريخيا وأختن رابوتن شويق اللي شانت باشل دي أخني لخني مارا الشيطخني أن إيه توافد ودخل ذائتا أخني مارا كلهم خيدون الخامن دي أمثنايا الخامن دي قومي كولا كنت إيه تأخذي لبشتاق جانا دي أختي أختن أجم تفقوتون الخامن دي أمثنايا الخامن دي قومي أي تازل قالوهم كأيتا وتازل قالوهم كأمثا آية لمسة مشاخ البتة إيتا بأمثا ولمسة مشاخ البتة أمثا بتأيتا وان دافت قارت لقات كل تاريخ الدنيا أمثا خميالة كل خامدي يعني أمثا خيالة إيتا أمثا خيالة جبة أمثا خيالة برناشوثة هر تلق لأمثا أخرين هيتش من ديلاني ساب مودي بتاوي شمو يعني آذية جو سوريا والعراق ما صد دمرت تشموخ أنا إيوان فلان كنيسة أو فلان كنيسة أو فلان وأجد دمرت أنا إيوان إيتا يعني آتول خمارا بعض فيتة مشيخة مشيخة إثيا إلي أن تري ألبي وسريشني أختي أخني عمر ديان إلي شواء ألبي شني هولان وادة دي أخني هولان وادة زوياخة بشيطة إشتاء ألبي وشواء موشوي بقارة إلي أن خمشاء ألبي شني أخني أخني زدق ديان جودان جودان خمشاء ألبي شني مقام دافي وأن ديانات فأخني إيوخ آثوراي أخني إيوخني أناشد ويوم قمشي خب خمشاء ألبي شني ومقام محمد خمشاء ألبي وخمش مأشت مشني إيجي أختو ليها ويتبصرو طولا بي التوديثة يا هذا لا يعني أخني دخني درق الدين أخني إتلان إيقار بتوديثة ديا إتلان إيقار مشي خالفة دياني أختي أخني هولان مارا هيون متخ حدودي بين دومين دي ديلة أمثنايا ودومين دي ديلة مشيخايا بس سوخن وورن جوشولة أمثنايا ناشت إيتا وناشت أمثا وجب ليها ويا الدوري جوشولة إيتا أختي أمثا وجب وإيتا جيرك مخيب دي تودين خام مجلس تودين خام متوى
دودين ذاسيتا مصاب شمت كلهم قمودي لخني ما أعرف أخني در كل ديت ودر كل دية ودر كل دية أخني هو لم فرفوري مخيل أي ذا أتري بدوزوثا أو أي أو فكر العشيرة يعني عشيرتي يعني رابا رابا إني وادا تشوفه يبدأ تيت خمبار إيدا خازت ليني أخني آثوراي هوية ديا نيشان ديا يعني جنسية ديا بالعربي يعني هو الإنسان ما بتآيد دمرن أنا إيوان هالمناية وإيوان تيارايا وإيوان أرمجناية وإيوان إيوان بزناية وإيوان الاطيارايا وإيوان وإيوان يا أخوني آيت قمودي دمرت لأيا آيت المولي دمرت أنا إيوان آثورايا يعني إتلوغ ذا عشيرة بش بشكلة إيقارة بيدي يمشمت آثورايثا يعني بدوزوثا أخني إن مخلق شرارة وميران مخلق جرأة دي ناشي دييني الرابة السامة من نيهن إتلي نزعت أشيرت بش ما يتاويل نزعة الأنثى يعني دافع قد دمر ديكوت آيت خاشم يرقالي آد ديكوت دمر نوخ آنا إيوان سوريا سوريا مودي دمر نوخ آنا خاشم التيارايون إيه دمرت خلاص بايلا مطيلة أخشي ياخوني قبودي بدمر نوخ آنا أنا المولي دمر آنا إيوان سوريا إيوان آثورايا يعني أو أي شلقتت إيتا وأي زبطتين يعني أول تمسك دييني بالعشيرة أن تري من داني الرابة رابيني مخروب الليني ورابيني بعدين زي أي يوم دمرنو خامدي بش أوبن جرأة وبش خيلانة إيتا بلاس زائد عشيرة داخي بلخي يعني دغديل يعني أنا دغديل عرباي يعني دغديل شيعة دغديل سنة دغديل العشائر العربية هرسم ثينكين هذا خسورة الفكر العشائري يعني أنا خطب عربي بش ما أصنع والفكر الديني يعني فكرة إيتا فكرة عشيرة فكرة مسجد فكرة جامع هماشا قم الندمني بالغ من ناشي أميين من ناشي جاهلين من ناشي فاشلين أي ذا أترئي يمرخق ناشي موردنا يمرخق محامية يمرخق صحفيين يمرخق علماء يمرخق دكاترة قمودي سب أن خيالي دي ناشت يعني مثلا محامي أو عالم أو صحفي أو سياسي متمرس لي قابل أو خيالي دي يعني خاش مثل خامة خنواتا دني مشلمانة يعني أجد داخل خامة شلمانة دامر قخاء قخا ناشا عمر دي قخا الشب عمر دي اسريشني هيو سيم بقي لجانوخ وقطن لي أن ناشي وبدسق التم الجوشمية هو لنبي محمد تامس بارا له فاتخ لالوخ برديسة وبداول ليلوخ أربي بختافة بداز القاتل لجاندي أي خاناشة ليلي قرية خاناشة أمي خاناشة فاشل خاناشة جاهل قابل لأي أخشي خانة شديلة قرية، خانة شديلة محامي، خانة شديلة صحفي، خانة شديلة عالم، خانة شديلة دكتور ليه قابل لأي؟ فأي أول فكر العشائري وأول فكر الديني هما شي طايل هيد خناشي وهما شي مارخقين ناشي ليبي ليه بايد تاوي ناشي ليبي من هاد خب خازت لي كل متى جبراني يتجو أمثة دييني يتجو أمثة أرباي كلهم تاوي تابعين ماذا يقول الشيخ موديل مارا مطرن موديل مارا زعيم الحزب موديل مارا الرفيق القائد كله بجوجي بينما دغذا دولة أمريكا وغزات آدية كديون ترامب ولواد مؤتمر صحفي حول دو عصر الشرير عصر الكورونا هو القيامة خاص صحفي يوطاث دي هو لمارا تخليط آتوا لهم ذا يقول أي صوت لا لها تخا مطلط لي خا قرار ترامب دامر أخني باقي تخا بطلق خا قاضي جوذا ولاي جوذا مقاطع دامر لا أولا لدوس بس أمودي سب أول بلد اتلي مؤسسات أخني يجوج خاخية كل إيه تم مجوج دالق باطريركا كل عشيرة مجوج دالق شيخ العشيرة كل دولة مجوج دالق قائد الدولة كل حزب مجوج دالق قائد الحزب بالتالي ما لبرايا إلا سوراي والأرباي كليني هولان فشالة وغزات آت نورا دي لبراي جودني أثروات دييني خمن سباب أساساي إني أني
قمودي سب أن الدول قوية الاستعمار باي أن ناشي التاوي هدخة قد ما صد ذاك دور جاويهن سالبني أن خيرات ديهن أن ناشي هاي مبارمياني أن هاوي وديمقراطيين أن هاوي اعتراف بالآخر آية إيوة مشلمانة كولق آية رئيس الجمهورية. طيب أنا أندوين سوريا جو عراق عراق ذي لمو ليها وأنا رئيس الوزراء إن آيات باتي وزير الخارجية لمو ليها وخالي يزيدي وزير الداخلية أجت مجمت لي كل مكونات الشعب العراقي يعني الشعب السوري مغذاذي كله بلخي طمثة أخشي خازم متخ عراق كيطوسة من ألف وطشامة وإسري هل ألف وطشامة هل كريال في طلافة كل خكمي وانا سنة كل سنة خايي وخي باسيمة بينما الشيعة وأخرين لا خايي وخايي وأنا يعني تو تمييز ما جديني في الشيعة من تري 2003 وهل دي ما نفلاخة هل دي بخاصة لإيران بشيد لخيلا تيو عراق من العراقيين حد خمن داني ممطيلا اللي يديني ممطولا اخزيلي خابلة ديو أوروبا ضد جنورة جاودي هر حد خا أخني آفوراي قمودي هذه قمودي أخني آثوراي لم طيلا الهج من ذي علما من شي تتري ألف إطلافة إن هاخوة كلا ذا إيذا وخا خبة وهاخوة قرية للسياسي بشكلها الصحيح هاو ياوة العشيرة الفكر العشائري والفكر الديني والفكر السياسي والأحزاب والشعب كليهم متفقين الخا اتفاق تفقيوا بذا لجنة بذا سيتا بذا زاوة تفقيوا الأمم المتحدة لما رأوا أخني هنا مصطاوثة بشمت فلان وفلان فلان أخني ما تريده أكبر دولة جو عالم مخيابة لغشلامة أخشي آية خاشم آتم تجبران دي اي تدين ويتم دازت آت خاشم خشلو قيو كونغرس الأمريكي بطلبتها خد دمرت أخني إي وخيتها دمضان خاو باقي دا سيلو خخينا ما يايت السرياني بدامر لو ما صيفت لو أخني خني الأساس ودا خخينا كلداني بدامر أخني قساس وبدا في لخ وبين جوجل ذا نجيب بدامي رخ أو خي أو ما تخل متى جبران سب أو إلى تياراي أو بشق لخ لسب إلى بزناية أو بشق لخ لسب إلى جلواي يعني أخني إن لا برتخ مني مريمة بالتالي آية رابي نمر بخلت قطنا قبيون نخ بساسة بشقالخ كله تخبنياتخ أنا خشون قد إنا صيرة بأمتن وصيرة بأي كندا تي ولاية وصيرة بتأطرواتن هال اختملن جهدية قد كتخة بقراشي لقى جانو أنا سأسجورن من كل تخمدة يوالوخ قد اتلن أن كترة متيلوخ إيدوخ الدرباته المرة دي أخنت اتلن وآتلا شك اتلن جاوو أخشي بل كتلا سأسجورن منوخ من خجيبة خدش رخيقة وخ خدش زودة من لازم رخيقة وخ بن عشير توتاليتن ليلة مخقمتا أختي الطخوة قوشاوية وإشتية أشيرتها أن أختي مقينا هدية تودينا إيت ين إيتا قد متخريلوخ بشماني قد إتلن بريشات قد خبران وخرات ميريلوخ كد برخشي للخقيبة بطلاب لها قوتا بتايل أخينا بطلاب لها قوتا ورهاد غزي القبة ديان آتلا شك آمن دي دولوية جاون وهالا إتلا جاون دولة قومنا قومياته إنا أبزة متخلق بيت أمريكا واللخطوصة بيت أمريكا قد كما برخشنا لقامة بيوتد هاقوتة كله من سبب أطرى إلى منتية أطرى إلى جوخة سيستم أنا جوخشوتي بوش خلانا جو كل تيول قد إلى أمريكا إنا بشكل خطوصة من روسيا رابي وقاما يا إلى مدبرانا فلاديمير بوتين إن جسقخ السوفيت يونيون بدي قبارو تنبلا روسيا تيلا شقلا شوبا ونولا زي روسيا إن إديوم يوم بغزاي وخ بوتين قمت خكماشنا ديولا بخكامو قامو ديولا بخكامو ويولا زودا دانا قديو هل شي ترعل بي وتلاي وزودا بلكت بتخاكم لإتلا مصيتا قامودي قد أطرى متولة مكليل الأقل أخنا زي إتن آها كترة إتقمتن قد لوغ بمصايا خي دخلة قاموا لها ويلن خيشمة أبنت إتن أني كترة قد آزخ لقامة ويوخ لأي خيروتا يوخ لأي دانا أبن زي رابي
اصراشن اسريشن قومت الديا قومت الديا انا قخشوتي ليله مليانته من سبب لتلن يلبانا ينسيانا بولتقايا اتلن قشمه قد ان خشبنا الامتن اتلن قشمه قد ان اتلن نسيانا بولتقايا وبرجاميخ بمخايخ قاموا لي وقلهم بساسة أختي لبوتين هدية بوتين قد ديوم يوم روسيا يقول لك قد يو إيه بساسة قد بايش قد روسيا مكيل الأقلو قاموا شكل طوسة أمريكا أمريكا إتلا سيستم خاتا بخلطة إتلا سيستم بيشنة إن ديوم روسيا بوتين يقول لك قد يو بساسة قد مجوجي لأطرا قد مكيل الأقلو أخلن زي شكل أوتوسة من روسيا أخ أمتا باسيما زي زي من دي قمايا دوست روسيا هنا موزيد اللي قبوتين اصراشن اختي من يميري قالو دي لأوى من دي دوس وأوى من دي دودلي بوتين إلى غالبية الشعب متفق لدي زي بدوزوفا شاءت الأقدار أنا يذن روسيا سباي سبرابون خيشة جاودية خيشون إسرائيل خيشة جاودية اگر سیوالا پیروسترایکا یا دنای راب جورانه من نین منی جودا و مدرسه یعنی ما صدم رت اتلی خدچه نسیانه بود روسیا زی روسیا لی لفجاوه دی دیموقراطیه دغدیل دیموقراطیه جو غرب یعنی من ایام ستالین الى هذه اللحظة الدیموقراطیه لیلا یعنی مثلا لطلق برناشا ما صد قائم دامر طبوتين آيت خلطلو هر ميري بداخلة وهر هذا يعني الرابة باي الشعب قداو التطور ديمقراطي هذه يشكل الصين هذه الصين دي هون مارا وبيكي بيشا نمبر ون بالأكنمي بالاقتصاد يو عالم أختي أي صين خاي خيطة حكم دي إلى فردي ديكتاتوري يعني خمن الأسباب خدش بس ما يثنوخ كطوسة خمن الأسباب إنه مصيلة دود لقضاء لو كورونا سبكم دي دام الرئيس كل شعب داور دامر خلص بخلا جاوش ليه جاوش الجاوش بداري للهفسي بينما جو أمريكا يعني جو فرنسا يعني جو بريطانيا لتلوغ جو دستور ديهن حالة الطوارئ لتلوغ جو دستور ديهن ممنوع التجول لف الأنظمة الدكتاتورية تختلف عنه الأنظمة الدكتاتورية بخكمال وقتضى فترة زي دام بوتين يعني هذه أنا جي مثلا شخصيا دام نبايت بوتين سب بوتين جودو زوندية بشلهتخا أختي أنا ليه بايم لبايشا وروسيا خيلا تدي لبوتين ورفش لبوتين ليه درسا آية مني مقويلة ملكوثة لفرد مقويلة ملكوثة مؤسسة هذه بوتين تحصيل حاصل دي عمر دي إلشتي وشواشنة يعني هالذات خايومة بدماي دخدخ أخلي same thing ترامب فرد يعني ناشا لمسة داود ديمومة طأمثة ماني داود بشكل دائم هالأبد الأبدين ومدارس لأمثة ومدارس لميكوثة إلى مؤسسات بلد المؤسسات أخني لتلا مؤسسات دارخني السورة يوثة هذه رابع بيتي أنا رابع جاي مصوتين يا أخي شو من دي ليه باني لأنثى يام باني لملكوثة إلا أحزاب سياسية خايخ يتنصوت خيجو أمريكا هاد يماني مجوج لأمريكا أنك ماشي خايا ديمقراطيين وخايا جمهوريين وكتخائت لوضع أخشي تحصيل الحاصل انبقت للشعب الأمريكي الغالبية الساحقة من نيهن هنا مرتاحين يعني الشعب الأمريكي بخاص لاتو الاخترايق وجدة خاشن هنا مارا يلي جوجة 30 مايلز أخا أن موزدالو بالزودة بخاص لا تبطرق مغبر بوليس قمودي سب أول ناشه هو لبيش دمرت عنصر أمن ولا خيدي يباسيمة ليباي أو أثرة خار بينما هاو دجواجة جو بغداد يعنى دجواجة جو دمشق انخازت لإشارة سمقتة بخيرت بيجوتوه بايا لدي بوليس بدورت لوت سألان أن مرشت لخاناش بدمري يا أخي تمام رشلو خوا بدمري الله كاتبه يعني أن مفاهيم تفرد الواحد وسياسة الواحد رابلزا إذا أدبانيلا أمثى أدبانيلا الشعب أدبانيلا ملكوثة هي حزب أختي حزب أدبانتا آدقر كابي حزب سياسي يعني متخمة بسياسة زي لث انبايت آية ما خروتي خا حزب
غير كميه تخانه شد ليدب سياسي دولته مسؤول سياسي. يعني مثلا كين فيليبي معروفه وجاسوسه اورسناي جاسوس دي يهني ويو بريطانيا شو اللي دي موني ويوا شو اللي دي بس مكتوبه لخاناشا لا مناسب بالمكان اللا مناسب خاشون زي الي مهندس دبري وقا زي هي ما تنخ فيشت قاضي جو محكمه طيب يا اخوني قاضي قريه وقريه قانون زي قريه لمهندس دافي وبوادي وقريه قانون مكتوبه لرئيس البلديه بدل مهندس إذا أيدانت آية ما تتلي خاناشا ليلخ شيخة السياسة وما تتجو سياسة مخرولة ماني أخني كسليني آطوراي دان أنا بدود نحكي رام رأي دي خلق مارو لنفريقا أشيرة توتا دان أنا بدلبي أدماصي أو يعني ريشواثة إيتا وريشواثة عشائر بش ناصي ماجوجي في الخانانة تخص الأنثى من كمدينة قبقو سوريا جو عراق يعني اي حقيقه لو اخذت ما مش ما ترابي هذه بدر الهمزمته يعني ام ايقاري لبين الهمزمته ميريلو قد قم مساجد يعني جوامع مدينه مشخوده هر ام دي بتايله الله ما في شك لا تقبل لو فكر يعني ايه دان ات خياله رجال الدين المسيحي يعني مع الجوامع يعني ضد الجوامع يعني مع الجوامع رجال الدين الاسلامي يعني مع الكنائس سب أن تراوثنا ينتمون إلى الفكر الديني تراوثة إن حلفاء يدعمون بعضهم البعض هذه الفكر الديني المتطرف يعني خاشون داعش رابع آيو نظام ديكتاتوري إتنى مصلحة بغذابه سب أواها متطرف إلى وآية متطرف إلى بينما أن فيل خاجة وديمقراطي لم صدخايا داعش يعني مثلا وير داعش شواء مناش يوموصل نور المالكي قمجارش للجيش بينما هو لثيلة كورونا مخيلة نيويورك كمدي للشعب الأمريكي ومؤسسات الأمريكية بما فيهم السفن الحربية كلهم دي جميع نيويورك قدوا دي لأنقاذ نيويورك قاموا دي لبلد المؤسسات بينما بلد دي مؤسسات دي لقيادة الفرد سواء هاوي رجل الدين ولا هاوي رجل العشيرة أو قاموا دي أتملت الشمية قاموا دي جورج بوش بار أدقت لججوها لمخططية كيف لقوا طيار دي خيشة لقوا أنبار من ندمني لجميع ليلة خيشة جميع مقادة الأحزاب ولا حكومة ولا برلمان ولا أمن خيشة لجميع لمقادة العشائر العراقية قائد العشيرة قائد العشائر بليط الصحوات الإسلامية دينا موكل يلا إذا العشيرة جو عراق العشيرة جو سوريا العشيرة جو كل الوطن العربي آية أتلى دور أكثر من كل الأحزاب مخاجب نتواني عدد ربي بس زي مخاجب نتواني عدد البعثيين جو سوريا بيجي بلطي وإسرائيل بيخدي السرال بي same thing جو عراق بشوي ورابي بينما أقل هزتين تبخروا بينما ليش ما تبخرت العشائر أي سب العشائرية والكنيسة والدين إلى متجذر الأحزاب لوي ومتجذرة ليك يا خشنا كل البعثيين ده 11 زين دي لمطايه مسج دي بشكل صحيح رابس باي مطاليه سبايره كلها قم مساجد وندو كانه اذا قاعد قمودي اوروبا ميرا يجب فصل الدين عن الدوله لقيت اجد هو حاكمه اجد هو حاكمه جو اوروبا ايام قالي له ميري برا ارى فتلا ارى بما خيوال رشيدي المقصله ويرقم قمول خمسايه رقم له خمسايه اي عباره مبلخخله اي همزه الدنيرالو فصل الدين عن الدوله لبدك الحزب السياسي يقتنع الحزب السياسي يعرف انه ما عم يحميه السياسه والديمقراطيه يحميه العشائر يعني زيد برنو خاطو زي رابط باقوري من دانا خيلاري هذه صدام حسين ولا حسني مبارك ولا القذافي ولا زين العابدين تبع تونس لتوقوا يجوا دنيا طرذاواله إلا هيا وأمريكا والدول الأوروبية يعني الشعب العراقي لم سيطرد والي صدام حسين إذا اللي بيحافظ على صدام حسين واللي بيحافظ على عرش صدام حسين وسوريا وكذا هو العامل الخارجي ليل الشعب يعني ليل الشعب العراقي جابه ولا الشعب العراقي يقدر ياخذه لذلك أول ناشا لم تخمن بمصير الشعب بينما جو أمريكا غزب داوي لخ مدة ذا شيء تطناسي تقاني للشعب قمري داوي التصويت قمودي
لدينا امريكا مش مبارم يعني من ميني امريكا اتلا مؤسسه ازيراب مستوفي بس امريكا يعني امريكا فرنسا كل غرب ذي لبلد المؤسسات. لذلك ايه الشعب الى السلطه جو دول ديمقراطيه، الشعب جو انظمه دكتاتوريه وانظمه عشائريه وانظمه دينيه، الشعب الى 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 ماده سلعه للبيع، الى دكاكين يعني الى الى قمزابونه يعني يعني قائد بدأت بخوض ظاهر مو دي سبب الحرب بين سوريا وبين العراق، اختلافه بين حافظ أسد وبين صدام حسين، الشعب العراقي مد مسألة ثوالي، مو دي لدي أفلاشة بين اليمن والسعودية، هون الزعماء دنو دنن في بغداد، يعني مو دي يخرينا، يعني مو دي يخرينا، طيب قمو دينا كل مشاكل جو عالم، آيب آتي وتخاناشا فالخد جو أعلام وفالخد جو تي في كمدينة مشاكل جو أعلام أي كان برايا بيدو كدفقة دين بيدو كدفقة عشائرية أي كان مشاكل دين جو شرق الأوسط جو باكستان جو أفغانستان جو نيجيريا بينما ليه خاصة مشاكل جو دن الدول كل أثروات التي رصيرة بالدينة رابس أسقون رابس كل أثروات دي نصيرة بالدينة دي نصيرة بالعشيرة دي نصيرة كل بدينة شيرة بحزب لا سياسي لا لا شرط أنا التاوي لي حزب أنا باني برنامج ديوخ سياسي أنا لم قيم منه زي عادي زي بدامر خيو أنا إيوان قبت خاجب مثلا دامر زي أنا إيوان زوعة أنا إيوان حزب الأشوري الديمقراطي أنا إيوان بيتنار تمام أنا ما لي منه موحد أنا مغزي لي برنامج ديوخ خاصات مو ديويتن أنا متولي أنا خاناشا أتكام فرنسا شميلي أو زي هو حزب حزب جو حركة جو زوعة دبر طالي انا زاوعي دمرت انا ما لي من وقت ثم ديت انا بدي خاصنا برنامج سياسي ديو على ضوء البرنامج السياسي انا بدمر ات اي تازا يان لا اخشي انا ما لي من نقطه اتمن لدى هاي كلنا شيء ذي مودي لبرنامج الحزب الديمقراطي مودي لبرنامج الحزب الجمهوري امير رئيس مش الى تازا امير على دعوه انا مصوت اذا اي كل المشاكل جو عالم هنا من الدول الدينيه والعشائري ما هذا يعني أخني إتلان إيقار رابط دين يعني أول دين لألاقي صورة بيلي وبالآلها يا أخي آية متشو لخيلة مني يعني آية يعني آلها سيقل إما خرابي بخلطة مزومت أنا أخشي بين مضيين قبل أمتن تيني قشوق الفيسبوك ما سيشدري بقارة ممكن بلكت أنا لن صايا بقرن أن بقارة أختوكم بيتون ين أن بي قاري قد ين تلفون على ينبي قد يوخل بقارة رابي نمرد إن رابي خمندي زيخنا همزومخ بوت مصياتا إلى تخبة محدود إلى مصيادة أمتن إنا هماشة دي همزومخ بوت دين أطراواتنا بخكامك وأطراوات تتأخنا تخبرية تاما وإنا من داني ضمن دول قد إلى دين بخكامة الله لتبخشاوة قد آفكر الدين الدياه موودنا قد أخنا مرقلا من أطروات بربسيلا متلقيلا ومزبط لك عراق رابي وهرادق زيقو سوريا يعني آفت فكرة التطرف الديني تقيتن أبن همزومنا بالديمقراطية قمناشي إن من خوتا خزي قد وراقي بليطنا فاكس إيميلز أحزاب خمن دوخين إسلامية بي شمطي قا أطراي قا كرسياني قد مرقلوا من عراق ورادق من سوريا يعني لدبخ شاوة أخنا باليامخ جانا قد لغم صايب حقق مو دالي إن انقشق لأوشك لقورة قد أتي لبخكامو أطروات الدين آني مودنا قد أخنا مرقلا من أطرة فيديو ديو خش لرابي فيديو لم بداية هو لأن هو لثيلة خات تلفون إجي خاصة خلق يتفارق أو كي ما صار مخيلة آزل خش هو لخش هي رابي شمال أبو قاري زيا بشميلي رابطة زيا قاد قالك لازم يدت له معادلة تالية دي قاد ميرو اكسجين بلاس زائد هيدروجين انجمتا نترم غذابي بالت مودي بالت مية انجميلو دين والسياسة مغذابي إدارة نورة قمودي إدارة نورة أنا أي بان ناشي رابن برميلة قمودي إدارة نورة هذه دين انشغلت الدين المسيحي الدين الإسلامي الدين اليهودي كل أن أديان أخني قالك لا لها وخنصرين كلهم خاجمات ما كان إثي كل إثيان من آلها وكل إثني كتب مقدسة
طيب آلها خيلة وصلاوة في دي كم دي داثة من دي إلى مقدس مقدشة كل خامن دي مقدشة إلى مطلق إلى مغلق يعني آت خبرانة آلها ليه هو يدودت نقاش بيها سبقين مجسألها إثيلة دوس رابع لا أنا ولا أتلمس طيب سياسة موديلة سياسة لت من دي جودوني دخ سياسة دقلة وبلف وكل دقيقة مشاخلها وبسختيلة ودقلة طيب آية يا برناشة ما تطميثوي لأوى دين قدشة دي لم تسألها أثياء دي لكل هدخة قدشة مجمدت من سياسة دي لكل دقلة هرم جميلك مغذابة ما خروت دين وما خروت أفرا قمودي لخروت أفغانستان أنك ماشنه الطالبان ما ضري ولا الشريعة الإسلامية قمودي دي الإخوان المسلمين قم أخروي لسوريا وقم أخروي هذا لا يعني أنه أن أنظمة دكتاتورية لأني قمودي كل الشرق الأوسط خروله سب آية دي هو الأخويا رجو البطلافة الألفية الثالثة الألفية الثالثة هنا ثاية مش المال الأحزاب الدينية بعد ما ضري له الألفية الأولى أجد يوثيثة مثلا قرآن أثي إنجيل طيب ألم كله لخاش الأقامة آلت الغضارة بغضاذ هو لبراي أكسيدانت بيلوخون وأجب باري أو أكسيدانت من يتقارن أديل خيلانة حركة الزمن إلى بش خيلانة لذلك خازت لي كل نورة أي كل برايا جودن دو كان ديل دين مسيطر قمودي سب أول دين ما مضيرنا شلا بارا أنا بنقد قمود يعني متشولة سليماني اللي بتعراق وبتسوريا وجرق دازل تامة وجرق تفق بيتش أبيض هو ليثي أوقاني أديل بدر سليماني هو لقيو عراق لا هو ما رحني ليه باخلي أول رئيس الوزراء طيب يا ابني هو ناشي العراقي وقاتي إيراني قمود بدون التدخل والمشكلة أو من دي دباي ما صد داود له أو من دي دباي أمريكا ما صد داودي له طيب بوقارة كالي الشعب العراقي طيب سوريا هذه بدأ تحل ذا مشكلة جو سوريا دمري كلاوية هولي جميع بوتن وأردوغان خازخ مودي بدار طيب يا أخي بوتن إلى أورسنايا أردوغان إلى تركيا أنا إيوان سوري مو شو لدنيني طيب بوتن وأردوغان وسليماني وأمريكاية فاينا هتخم كيفين إن فاينا دتلو خاجب خا قسم خا بارت من سوراية بايلك أردوغان وخا قسم خينا بايلة بوتن خمن العراق شيعة بايلة إيران سنو قرذاية بايلة أمريكا ليلة جناية أمريكايا ليلة جناية أورسنايا ليلة جناية إيرانايا ليلة جناية تركيايا جناية ديني لدخني تشليبي ولخني بياشخاء لخما خوب اللي أفران بقدر ما مغبخلا توديسا أنا وآية دي آية وآنا بلطلن قنطرة غزيلن تريناش بلاشا خائل سورايا وخائل نخرايا انها وجناية دو سوريا انا واتكالح من دو سوريا اختي ان بالت امريكايا ولا بالت فرنسايا ولا بالت جرمنايا خازيلة ذا تكسيم خيث البروني دي قاري بوليس بينما انا وات ان بالتف وهو دبنجي منا مقطلخ لذي المخيلة قمودي سب اخني ثقافة ديا الى عشائرية دينية كنسية واو الى ثقافة دي ديمقراطية أول الفرق لذلك كمدينة حروب كمدينة صواريخ كمدينة معارك بريل خلاف بين أمريكا وبين روسيا أكبنا في بغذاذي والشرق الأوسط بريل خلاف بين السعودية وإيران أكبنا في بغذاذي والشرق الأوسط بريل خلاف بين روسيا وأمريكا أكبنا في بغذاذي والشرق الأوسط هو لبشت الساحة قمودي كل سبب دي الدين ذا عشيرة رئي لتلوخ أحزاب سياسية يعني حزب السياسي مسؤول السياسي يعني مثلا دي أي رئيس سياسي هما شبدا لهم صالوي جو جامع وعلما ليلم هو يمن أخشي قدام القناش الزو أنا فيلي جو جامع جو سوريا أنا كتبنا جو جرال شي تطلافة في جريدة الحياة كتوتا اللي خامة قال زيش ميلاي زي أي رابا لهم هرابي مجموعة سوريين دوري و أحضار صلاة الجمعة جو سوريا كديو مدروتا 8 مليون ناشي كديو مدروتا عدد السوريين دوري وجو مراكز ثقافية جو كل شيء
لما طيبل إسرائيل كناشي. إذا أول شعر أول شعر هر سيم ثينج أقني سوراي هذه آت ما في لي خاص سوراي لي بروفيسور بالسياسة بروفيسور بالاقتصاد بروفيسور بكذا ما في لي خيو داود لغزانة دوي جو دادو كجو ذاهو تي زي كمان عشب دافي وما في لي خا قاشا زي وكل اختاوي زي كمان عشب دافي قمودي سبلتلوخ ثقافة سياسية لتلوخ حاضنة سياسية خير. بينما جو أمريكا يعني تصور جو أمريكا تاويلو خاناشا مخكوية باز دين يعني جو فرنسا يعني لهو يا سيدي دمرنو خامدي جيرك يعني صوت لي قرذاية هذه قرذاية أنا يذن عراق عشي ليدنا دخوات ولسقط آد جو أربيل خزيون لجو أربيل جو عينكاوة تسقط التابع انسيكت لبخل قالها قتوديثة وقديم أبخل مصطوف منه بينما أن صوت لخطة أنثى قرذايم باربسيلو صالت من تام الموصل من دهك الموصل ليبا سري دقيقي تام كليهن هرموثيلو خسير الدين إن ميروخ محمد لا ميروخ صلى الله عليه وسلم ما خيله بينما صارت الأنثى وصارت الوطن أبخل كلشو لبيو النقزة لمنتية إلى بيو أي رابي أي أمت قرديتها قد إلى منتيتها هدية تلاش قلتها آن نقزة هديت متخرالوخ إن تقرأ قتريال بطلا إمت أمريكاتي للماخي أن قماي قبت قرداي مغزيلون قنطرون تقبي إسلاماي قد ماخيلون إنا قمودي مقودمني هدية دمر نخان أي لذن انتخرت ولا حلبتش أيام حلبتش بخشان بثمانينات ويو قرذاي شقيل له ذقطة أمريكا كل خا قرذاي دي له جو مدرسة إنها جو سوريا ولا جو أمريكا ولا جو إسطنبول ولا جو جريك بالت كالي خا دقيقة صم هاي من الجو تلتمر ضي ما تتسوراي فتام مدرسة 90% فقرذاي تامة شوي قل درس وصلت خديس سر بليطيني كليني باستعداد وثينا رابياني مخيلة وهرش خيشة هيو ود لأوا قسوراي مرق كل سورة جو دنيا خيو جو يوم أدري شش تالي بايخ كل خاص سورة بيدو كديلة قائم خا دقيقة صمت كمان عشب جحكي بي يام بيو خيام دمري أو مال مصوت قمودي بينما إن داميرو خا باترياركا يان خا مطران توي غير شي لم برمت اللي آيتم يقرأ شمان دون أنا كرابة يان سقاذة من إيت لا أنا ولي وادا وصف يعني هاد خيلي أمدي رابي بعد خد بقارة خبو قاردونا بتاي من فيسبوك إلى من يقرأ بولس آشوري من الأحزاب الآشورية في العراق والسوريا هل استطاعت أن توحد في برنامجها حول الأرض أولا وثم تحقيق حقوق قومية أنا حسب معلومات دي لا وعلما أنا كل أن أحزاب دستوات فينا يعني مثلا خاص يعني على سبيل المثال مثلا في سوريا هذه او حزب خيلانا جو سوريا الى مطاكستا اي مطاكستا هو لمو ائتلاف يعني من اخوان المسلمين دينه كلهن جو تركيا موجودين يعني هاد خاين خزي انا بدون احترام رايديهن اخشي بالنتيجه النهائيه انا مالي من نخت تدازت سيك من ديبخن انا ما بان ماجيشن ات مات ويدا جو عراق يعني زي دمر نخامن بي أي ناشد يذي أنا لثي مشابر ده زي دمر نخام شيء تتري ألبي إف يخني لخا تشيدوخ والفيدريشن أيام يقرأ سرجون ليوي أو مسؤول إف يخو أنا وأوني خد دكتور يوخان وأوني خد خديدة برونت أخا بطرس أيجا مينوس بيثيو أو مسؤول زوغا يا سيدي ويدوخ ندوات أخا أنا ونينوس وخدايدا أخا جو شيكاغو بلكي ترابي ناشا التخريق وخيشوغ جو كندا برابي دو كانويدو وخيشوغ جو كاليفورنيا جو تورلا جو مادستو مهاي من تقلي ناشي التاوي إثي قيمة لقليهن بشوي ورابي ناشي التيوي وتبرعات مجبت وماجوبة يعني أنا ليه بان دمرني شمت خاناشا خاناشا جو أريزونا ويدي الاتصال أي جو دي مال الشمت يدينا جو سكوكي فذانا تام ذانا دي أوه مهم ويدي الاتصال تلفون ميري أنا ودي تبرب 3,000 دولار ليه بان دمرني شمت يو يذن بينما دي
ما يفت لي احسن واحد جوزوعة مثلا دودتي جوذا اوتيل ليه مالي اي صالي طيب بوقار الي قمولي شيت تري البي اثوا هذا خناشي داثي ودي لي نفايا السبب ما ويوا سبب ايجا ناشي رابع اثواني دغدمرت هيفي مش خلبتها يبت ايجا دويوا نديين يزوع جو كردستان ويوا وتامويري جو جبهة جوت وجو قد وما شابه ذلك اعلان كذا ايت خامي ويو كردستان العراق او يو شمال العراق رابع دمرت لاول مره طالت وما الشعب متلهي بدي بار دايجا بار ويرا دانا هلخ او امل اي هي بدوا ويو الشعب قطيفه له لذلك اول شعب الذي يحرك الشعب هو الامل ان لا يلق امل لجوده يعني الداخل جود يعني قمودي أجا ثانية ودي لا ثانية وهر أن أفوراي أجا إثوانه هيفي ديالتنا هيفي قمودي سب الأحزاب السياسية لين ذاية بلخي زي لث مكون يعني جودنا ملة تدين جو سوريا ألو مش ماي الرابي مش ماي أخي أنا دين فخاء لتلي خيلة دخوافين يبيدون ميرا الغبرابي جاي يعني قوة الحق التاريخي لتفخ دخوافيني أختي مع هذا أخني إيوغ زبون زبوني دخنيتها هذه آية قمودي كل خاص ورايا بدور ديو بيث دي بخاصتي أو بيث التمس ديو دوني بخاصتي يالونك دي مقرول لي يعني بمعنى ناجح إلي آفورا ديو بيث دي وفاشلين آفورا ديو سياسي قمودي سؤال قمودي صورة يبتاوي ناجح جو بزنس بتاوي فاشل بالسياسي دمرنا أكثر من إدخا يا سيدي اتلوخ صورة جو دي دنيا ملكواثة دني دنيا إيداثي طلابهم هيرت منها يعني مثلا اتلوخ جو سوريا نور اسكندر مؤلف موسيقي آثورايا خوش ميها ومبالا بخر ديك ونقلتها والي مناسبة فنية اندازتوا مثلا يدتوا تخلطها لأين اختى جونا دابيتا شفيلي أنا يذنوا لأي جو موسكو يذنوا لرابا وخورتي ورابا يا سيدي أجد دويوا بابا روما يوحنا أنا خاجي أنهيلي مجال داونو فيديو نمطيلي إلي دي خاجي خشتا والروما ألما دوي بليطة باستقبال دي بابا زي بابا روما بلكي رابا ناشا دي لمها مني بيخشي أورسناي كل يديلة نشيقا لإذا جونا قمودي سبجونا والتيل اختراع مدرسة في الطب هل تعلم انه مسؤول الرياضيات مجلس الرياضيات جو عالم الى افورايا شمدية تامرزوف هل تعلم ادوين طوبيا الاولمبيات موسكو الى افورايا وهل يعني خيال كمات ليني افوراي جو امريكا وجو اوروبا ان ملكواتي بغضاك اختي ان كل مرخقين المني العشيرة واليبة والتودياثة سب أن لمصيب قاني ناشي ليبي قمودي يعني قمودي أنا ناشف قاني منهن وأنا ناشي لي قاني منهن بين بخاستي هو ذاي بخاستي أمريكاي تكسدتني خاناش خدش لا قامة دودي الاحتمال أخني سوراي تم الآن إنشم نزيا ولي قن يلا لوتو قن يلا خمش مال فليطانا بيني بيدي إنشم نخكو ما يقن يلا بدمر خلص عادية لقن يالي أخني شو ليني كالخ درقل دونا شمونتيا هاوت رياضي بتاوي درقل ديو هاوت سياسي بتاوي درقل ديو هاوت بزنس دام بتاوي درقل ديو هات خيني بارا باي ليطانا بيني لخي لبو قارد يب من أمتن الفيسبوك مارب شو قم زمق بت أمتن بزودة مودي لألطة يعني أخدن لخمصايا ماطخ الأموات ين شلطانة قد اتلون عبدانوتا قتيول قو عالم قمولة وقت بمصايا بمطايا قد أجرتن رسالة ديا ممطيخ لقدية قد قشقي بيا أخك مناشي أصلاية ات عراق ين ات سوريا قمول لخمصايا بمطايا ومع العلم أمرخ جو أمريكا جو يوروب إتن إخي روتا قد ماصد همزمت قد ماصد ماطت قد ماصد بلخت قد ماصد خيدت قد ممطت قالوا هدي جو ميدل إيست أمريكا جو شرق الأوسط إتن كترة دي ممزومة بالديكتاتوريات ولا أي وقت بخايا هدي يخلن جو دنا تروادت معروة جو غرب
ليتن آتخ منت دكتاتورية قمو أخنا أخ أمت لخم صايا آمن دي قرب نخ الأوضالة وآزغ بخقالة قد طلبك هاقوياتا زدقا أراتا بيشنا سليبة جو قربيا أراتا بيشنا شقيلة متواتا بيشنا شقيلة قدشت تنو هر أومن دي قمو لخم صايا طايا الأموات قورة قد هيري لنرابي زير دوزوت ولو باقر ابو قاري خيلاني وانا هولي يميا قاجاني جرك انا مصورتن بجرأة وبس سيلي وانا كفيونا مقمخك ما يوماني وداعا ايها الخوف والكذب اهلا بالجرأة والصراحة جرك مصورتك بصراحة اذ يا سبابي رابي اخشي كالن كسترمنا بلكي ات مجبت وناشي خير المجبي اخشي انا هر هولي دي موجود وكل نظر موجود اتلي استعداد دودن حوار وكناشبه ترمن داني خامن دي إلي سياسي خامن دي إلي حسد وما يتنق تجربة أخني لتلن حزب سياسي قاريل الواقع السياسي جو منطقة وجو عالم وبالخ من خلال هذا الواقع كل سياسة سوراي إلى جو سوراي ليلة قلتن خارج السوراي وآيت أجد خايد جو أما ديو يعني إن آيت كسوراي بس خايد سياسيا جو سوراي بجانو جانو خلق طال لجانو صفو القواد لجانو عزل أو دمت كاب جو بخرد ناشا أجد داوت اختلاط جو مجال الدولي قمودي كل عالم اتلوبيات جو أمريكا قمودي كل عالم هو لواد التحالفات يعني قمودي أوروبا ودل التوحد دي لقارة أوروبية أخني سوراي لخني صاد داود اختوحد إذن آية لتلوخ حزب سياسي قد ماصد قاريلي وضع سياسي وجاج أترئل حسن أنا هولي يخيب بطاطوراي شمي إلي أمين العام أنا إنهاون جاهل ومتخلف أنا خيرني ياني إنه أنا يون أمين عام ثيل زيغ زيلي خامن ذي شرارة دمر قمودي زي أنا لهم قمودي مصوت لأوا من الزيغ دمر نخ خيو دمر نخ بمشرمحي خامن ذي بريالي مني شخصية أوكي كلنا شيء يدي وكود يدي لي يدي أنا رابط لي صورة خيلانة من روسيا وأي دمرنا وكلنا شيء يدي خاجتيل الخارجية الروسية ميرا قدي بايخ ميف تخاوف سوراي دافل خل موسكو أدو يوم صاوث مني نائب وزير الخارجية مني يوم الدراسة ميري قالدي يعني يذن من 88 يعني دغدغ انا واتدخ يعني بسته يعني لا انا بنخبن منه ولا بيري هذه يعني اذاات ليرت يعني مسخوره بي يا فلان ميري شمدي يعني مسخوره بي يعني مو يعني احني سوراي لخ في عشونت ميري ولو بورسناي لمشت ميري اخني رابط لن قضيه جروستك سلو بيري قمود يا زي خلي لبخشميه وزي اكل سياسه ميري اولا اختوم يموتون أصحاب الأرض الحقيقيين يعني تم الاندازي جو يونايتد نيشن لتلق ولا ذا دولة ولا خاشاب ما سمت ثابت أنه أي سورية وأي عراق أي بيت نهرن إلى ديًا إلا أختون آثوراي أترئي تمرنخ بالعربي الفصيح أو الإماراتي أو يدي والإشانة العرباي أبر تمرنخ بالعربي الفصيح دي زي سوراي دي سوريا يدي لأي دي قامشلي وحسكي قامشلي وحسكي تامين كل سوراي دي يعني أي قامشلي وحسكي هنا دان قرذاي شقيل لم يتخكمه أني قرذاي إن تابعين في أمريكاي مو دي ميري طالي أورسنايا زي أنا هو لمارا لأي فقط تدبي ناشي هو لمارا أجد داثوتن أختن ما تلتخلقوا أعلام أنه إثيا لوفد آشوري سرياني لخا بموجه مسج تقرذاي في أمريكاي أنه أي أرد بدودوته لإدارة ذاتية تقرذائي أي ليلة دي يوقن أي إيلة آشوريين وسريان هذا يو خبر ما إله كامة قرذائي يو قامش لي من إله كامة قرذائي يو حسكي من إله كامة قرذائي يو درباسية من إله كامة قرذائي أنه كل إينة سوراي وسريان أمر طيب خبر أخلاو قون علي من نبي يا سيدي إثيون لخا قشيكايو لون شويقة جبد لون بور بربية دي لون شويقة مؤسسة لون بور بربية دي هم زم خضر التلفزيون لخرابي من نبدا موضوع كلهم فشيلوا كلهم فشيلوا فشيلوا
قيمه خنبلق اللي خيك مناش خرين خي شو مغذاذي ويلا للمؤتمر صحفي وميرا بداخلهم مكتب أخا وبداخلهم كل خاتي طيب يعني طيب هتخا قدر فيها لقات هتخا فرصة يعني آيت يا باطر يركا ولا آيت يا مسؤول حزب ولا آيت يا مسؤول عشيرة قمود يا آيت لدازة دودتاية قمود يعني يمودي رابي لتبخشاوة لتبخشاوة الداتا خمنتا البداية وخ أمريكا قد اتلخم عبدانو ترابا قرطة قمدل إيست بريشاي بدنا أطروات الدين أبضان دية قو سوريا أمريكاية بخكامي ممكن يتنصدوتا قد قرب نخر روسيا لا هذي مني ميرة يا سيدي يتنا اتلي يدخل علاقة علاقة مع أمريكاية دنت بلطيوة جو تي في دغديلة ديفيد بولو دغديلة دغديلة ميشيل دان أنا أدي ديني أني أجي بلطخوة جو جزيرة وجو عربية بالعكس أنا دمري أخذن كسوراية فرصنا بش خدمي لوخن من داي يعني لا خشوة آيت يعني مثلا خي خيطة دبرنو خامسة لأدي رابنو فضاحة من داي بريمر أجي ديو جو عراق ويدل أو مجلس هما شبريمر إذا زلوك السورة بإذا جورا وبإذا زورا بارخوا لإذا خاجة خاصورة إليها ويدمرنا شمدية ميري طالدية أو زلماي خليل زاد مغذابي ميري أختن لملوتم ثاخة علاقة مباشرة من نيني آثوراي زي أنه لمارا لألقى حدث تاريخي وبسهول عن ذي ميري أختن لمسخ بفخة خيطخة دايركت مباشرة علاقة من نوهم يصور من نوهم سب أختون يوتون ذا خلق تزبون كلنا شي ماصي ما خيل أخون ما خيل ماصي ما خيل أخون سنة وماصي ما خيل أخون شيء أو ماصي أخني بداخل لهم طريقة غير مباشرة بداخل نتقر ذاي وفشقلوتو لحصدية وخم من تقر ذاي وأي آتي ذتو كلنا شي يذي قمودي سبب أخني إنها أخوة انتخرت آيت انتخرت ليرنا بيجت زورة ريال في طلاثة أول كونفرنس دي لبريا جو عراق بريا وطافوراي شد التريل في طلافة وأنا حذير ولي وطرابي ناشي مخا من شي كاقغي المني يويدا آوا ويدا اللي جو أوتيل عشتار المني يويدا ويدا الأمريكاي قمودي قد موحدي وانا كل سوراي كل رجال الدين بما فيهم مبعوث البطرك اللبناني السابق نصر الله ويشمدي بخشامة وكل السريان فيها التامة بجملة أمريكية تمتفقق وتامة لثيثة أي تسمية سبلين مصري أمريكية تامة لثيثة أي تسمية شعبنا السرياني الكلداني الآشوري ويدين محاولة قد مجميوانا قمودين مجموية لن سبقان يذي بشخص بايطاليهن كل دنه أخشي إنها وخدخة لمصي وأنا ناشي بايلة مصلحة ديهن لذلك أخني خيخي تبضانم دمرنه أي شلق تدييني هو المخروف دي مودي لفلخ يعني ما العمل ما دودخ يرقم درسخنا من يخلطه وخازخ حلول رابي خبقارة برسوباي لبقورة من نخ ميقرا داني ماري لقو بقارة سؤال لضيف الكريم يقول ضيفك الكريم أن منظمة الآثورية أقدم فصيل سياسي آشوري في سوريا هل له أنه يخبرنا لماذا لن ينضم إلى حزب المنظمة صفوف منظمة الآثورية فضلا عن حزب الشيوعي يعني بقرة لخة بتايلة قاموا أن بماري وت انتقست إلى خجبة خمون خطو قاسة أتيقة جو سوريا قمو لوت ويرا جو طقاسة آتوراية من جيبت أورطة جو جبة كامنست أمرخ يعني طيقاري دونا شيئاً لخني ديو 55 اختلاف بالرأي أولاً أيجا بلكد إنه أنا مقتنع بالحزب الشيوعي أكثر خشلي ويري جاودية مو دي باي مني دلون ويرا جاودية وخاينا مقنع على ذي اللي خيشة يمطا كسر خرطة مرة ودتدقت قجب أطراية يعني أي قمزيتها هذه أنا هو اللي وادا نقد أولا دامر قالي قبولي تويرا جو كومونيست دامر طالي أو نقد ديو خيلي خلطة أو دوسي لي أنا انصح أكيد والسورة لي يعني عم شين جورا من ذي دمر نطال دي يا ابني لك ليكس قشور دمر نطال دي
أنا لنفرض أنا ويرن وأنا ليسرون دون ويرة ولون ويرة دياوية أخشي كل أن أحزاب قومية يذيوة ما نويدة طالعين أي بعد طيب أنا دي ياهو لنقادة لنطاكستة ولنقادة لزوعة ولمار أنه أي مطاكستة وثالثة آية اندوت سياسي يريك دمرتوا يا أخي يا ميقرا أو يا أبو طارق أتخلط له مطاكستة ليلة هتخم مطاكستة إلى هتخا من يمقرر ونبار دا يمقرر ناش الشمان الدمرية والله أو دوسيلة أو خلطة أي مارا له خسورة يزدي أو فكر إلغائي أنه أتقمودي فخينا الدامر قمودي بيش أشوري ديمقراطي المولد بيش مطاكستة أشوري ديمقراطي الدامر المولد بيش ما أشوري ديمقراطي أي كل إلى خلطة وشلامي قال دي خابو قارخ أنا رابي من يقرأ فاروق همون فاروق جورجس إن لا ون غلطة ها فاروق جورجس إلى من فرنسا بمارلة هل يستطيع الضيف أن يذكر بعض الأمثلة عن وقوف عشائر والكنائس ضد البرنامج السياسي للأحزاب السياسية الآشورية في العراق مثالا يعني مدخل شمانة إن ما صد البيت بين خش ترجمنا خمسيتي لا بعربي خلانا ولا بسورة خلانا هنا ترجمنا خمسيتي مرة إن ما صد قم يقرأ أرخخ إن ما صد مدخر مانين أن أشيرته أن إيتواته إتكليلون درقل برنامج سياسية أطرايق العراق هل نطوسة؟ يا سيدي أولا من ليقى ما دمرن دمرن بدو يقرأ أسيسة كمدينة عشائر العربية كمدينة شرق مات عربي كمدينة عشائر عربية جو سوريا جو ليبيا كل يعني دخل كمدينة أحزاب سياسية والدليل دخل مخكيلا جورج بوش ليلة خيشك استحزاب خيشك استعشائر اندمرت لي أي كان كل يدخل أنا خايف تبدار منه المؤتمر بغداد جو مؤتمر بغداد يعني أول شمة كلداني الآشوري السرياني المني لمثيا الرجال الدين والعشائر سبلي قبل طيب أجد دمرت آية يعني حتى الأمريكان قالوا شوشتونا يعني ماطوا شعبنا الآشوري الكلداني السرياني يعني هاي رأي السياسيين داخل الحقيقة التاريخية الحقيقة التاريخية إلى شعبيا إلى آشور لم تأخم بدون أنا آشوري ماري يعني مصلحة الكلداني مصلحة السرياني جل دامر أنا ابن آشوري لماذا؟ لسبب بسيط جدا آية ما صتم ثبتت أي أراضي لآشورية أخشي لم صتم ثبتت أي أراضي لكلدانية يعني سريانية أن مباقر ورماء الآثار أنا بيذيله لذلك أن كل ينفع أتري فخلط رابي أخشي مزيدتها قد معلومة أولو ما تدقو بغداد إيوة كلدو آشور اللغة السريانية أطراية كلدو السريانية أين يعني من مجلس الشعبي قد ميلون أول شيء منبر دوله ماذا أخشي قام زين أنا يونا جولجنة تنظيمية أنا يونا جولجنة تنظيمية وكل يبي دوية تامة شمدية إيوة شعبنا الكلداني السرياني الآشوري هي باللغة العربية اتلوخ مضاف ومضاف إليه أي متتة ألف ولام على الآشوري يعني الكلداني والسرياني مضاف إلى الآشوري ولغتنا السريانية المني لم فش لمؤتمر بغداد هرويدا انسحاب رجال الدين مثانا هرمجو مؤتمر أوام يقرأ يعني أوام يقرأ فاروق أكيد يذراب ناشي قمودي نويد انسحاب اليوم ترئي أن رجال الدين كلها صار كلينة ضده مفهوم سياسي دوس. طيب أي كنت خزية خامس قول عشائري يعني مثلا دي لكلية من الحزب سياسي سيوان هاو أرباية ولا سمراء وليه باختخرشهم بالعكس على طول هاوي ومعارك بلاين معارك طاحنة بين العشيرتة وعشيرتة وآتي ذتة يا سيدي يعني ليه دمر انه حتى اي تواتا بقى دمر له اي تدمر زي اي تدمثمر يم اي تدكذا كذا اي للجلواي اي للتالمناي اي للكذا يعني حتى هيك يعني اخني جركاخ واقعيين جركاخ واقعيين يعني اخني لمسخ يعني لمسخ جوج اخلاقامه ان لم درس خني خلطاي دختر لمس الداو الدرمانه اذا ما يشخص المرض يعني المؤانة انا كما دين الزعماء الاشاريين دستواتي كما دين رجال الدينين دستواتي يعني اجد ما رهت خا لندر قل ديين انا هو يواده وصف مرض او مرضي لهتخا
كل ناشي يذيوة كل سوريين يذيوة يذي لك قصدة مية خابر داخل وخكمة كلية هتخل وخكمة كلية لو بلد خرطة شمالي وإثأما محطة دين مبيلة بغداد أحزاب ومعروفة لكل رابي هدية من دان بقرانة إنا جو فيسبوك ما هو البديل مو ديلة تخلابة أنا ما رأني بديل إلي المنطقة كلها يعني منطقة الشرق الأوسط كله لو اتدعن انهيار سبب دو انهيار ما بيوا أو بنيان قديم بيروستريكا بعد دو إعادة البناء يعني آد جربان دجنجنو أخني كاثورائي يا جبيني يا إتواثيني يا عشاردي يعني أنك ماش نبي لكل خالدي بيذوخن لمس لخدود لهن هيتش من دي لخ ما رطالوخن سو بلوتون قنطرة حي خازخ مال السبب وما تخلن ذاور خخيتا سب أي فشليني فشلي أحزاب عربي هذه عاد اندوت وادا متابعة اندوتي متابعة يدن التلفزيونات عربية هذه أول عصر الكوروني أنا دي رابع صوت بازلية هذه مبار بارق أول عصر الكورونا كل عالم بات مشخلة سب الفلسفة السابقة القوانين السابقة في لخاطر جديد شمدية الجنرال كورونا فاجأ العالم بيه لثوالي وسائل لحماية العالم لذلك ما بعد كورونا بتاوي قوانين خاطئة يعني من يمهيمن ويوم من الأيام بلطي وجو إيطاليا الشعب الإيطالي ما قذل بيداخي الاتحاد الأوروبي وواد احتفال بيداخي بورسداي وتشيناي من يمهو يمنع دي ادي روسيا قمشدران تري طائرات محملة مساعدات كأمريكا أني أمري حتى كل أمريكا دي ناشا دي لديمقراطي دامر خيو إذا أخني قد باخلا خطقة أخني كسوراي والله العظيم أخني إن دفناشي خيلانة دخواغة دان رابي ناشي بدامر يأخي أعتماد خيلان دمار أخني إتلان خيلة بقوة الحق التاريخي كما جان صوتهم بازدية يعني أخني إتلان يعني أجد دمرت أي أردي لو ما ست مت الدكيمنت ودي لديو أو إلي خيلة أتري أخني إتلان رابي ناشي ليبي أطلافة أخني رابي إتلان طاقات دغدونا مار اللغ طاقات موجود أخا أخني منتج دان رابي ناشي دمري هولان بوتبتي كل دنيا أصلاً أن يدخوا بالخخوة وهاي والان تنظيم أيضا دخلوا أنت لنا ناشي جو أستراليا وناشي جو أمريكا وناشي جو جرمان وناشي جو سويد وناشي جو باريس أن كلين جري مؤسسي واللوبيات دو ديو ضغط لن حكومات لما لوبي ما باي لوبي باي 4-5 ناشي دازي ماخي الفريق كونغرس دوري جاوي دي أخشي مالي من دي آية لطن طكسة مانك منظم وأندوت منظم فكر ديوخي لمتخلف أندوت سياسي عمليا لوت سياسي سبقات لوت بلاطة يشرنقة الآشوري أتو لخنيقة يو سورايا أنا ليه هو يتبلخم بالدودن زي سورايا أنا جارك بلخم قرذايا بلخم أربايا بلخم أمريكايا بلخم فرنسايا بلخم أورسنايا طم هايري زي هر من ميلي قمودي بلخم نتزي لذلك خاصة كل أعزاب آفوراي بلاشة مغذاذة كل إيتواثة بلاشة مغذاذة كل أشيرة بلاشة مغذاذة بالتالي أي شمالية إلى حرب داخل الداخل يعني هنا بلاشة يغذاذي والمين لدريثة يجاوهن الدجمن ديين سب دجمن دييني رابا يذي أخني كمخ خيلاني ويذي تماما هربشلن أخني أمثى الرابع قوميات خريني دودي اندثار وميثي أخني ليه بايا إلا ذات ناشي منشيلة جانا ينبغت ويريني يو اجتماع كل القناعات المسبقة ما تخنب ما تخط خي مودي تماما أنا منشنا جاني دون سورايا دمضن خاو منشنا جاني دون بلن عشيرة ومنشنا جاني دون بلن حزب دورين كناشة برونة آثورايا وبس لم متخ خطة خاط ريت لاصة أربع ومجوجة أي اللي تلن شوك مية رابي نمرد بقارة خرايلة ميقرا فريد ياقو قد إلى هدامكو برلمان إقليم الفيسبوك ديانو كتيوالي بداية عبارة تانخ قد شكرتت بين تهنياتي قد يولونا قد بتريشيتا أطرد باوليتا قومتن ليلة الدو مطلب يعني ليلة الدو شوية قد أمتن إلى خشيرتا قد أم دياويلة يعني ليلة متل دو إيقار أمرخ
مطلوب إلى قد قومتن قد يويله يعني ما استمرخ إيتن بشبرتا قلت أخمنتن مارانا مارن تهنياتي نيولي إلى مشبرتا جاوه يعني يعني أولا شلاني قفريد رابا أتري لبرم اللي بدوزو تمال بوقارة يعني أوكي. يعني ماني لوي يعني ماني لوي دم شافر كلي حكم حكمة تكري قارنا سبلخ ويدن وسيف رغم تهنيات الحكومتين بغداد والإقليم رسميا برأس السنة الآشورية البابلية إلا أنها لا ترتقي إلى مستوى التطبيق الشراكة الحقيقية أوكي برملي يدت قمودي يدت قمودي أي فريد يذيلة أختي وأنا واتقم ندي يذيلة وأنا بدون تكرار زين أضف إلى ذلك السفير الروسي جو بغداد أوجي ويدي تهنية أن الحكومة أجد دودالوخ تهنية الشعب الآشوري دوديلة للاستهلاك المحلي قم وجهي مسج قعالم قكل إنه أخني يوخ مع الأقليات أختي في الممارسة العملية بخب منها الليلة مع الآشوريين يعني الشيعي ليه هوية تتابع مع الآشورية والسني ليه هوية والكردي ليه هوية من يتابع مع الآشوريين العراقي يعني زيد يعني لنكن واضحين بمنتهى الصراحة يعني انشقلت قضية عراق في القضية بدأت انتخابات برلمانية في عراق يعني انتخابات رئيس الجمهورية الشيعي يصوت للشيعة الكردي للأكراد السني للسنة طيب من صوت للعراق محل أرابد سيم فينجو لبنان إذا أنا واثق وين أديل عراقي يعني فلتكن سني أخي خلي انتمائك للوطن العراق عندوت آت علوي جو سوريا خلي يكون انتمائك لسوريا كل عراقي منتمي لعراق الوطن وأي متأكد منه وكل سوري منتمي لسوريا الوطن يفتخر بالتاريخ الآشوري تمر مقامدي أن تريشني النظام جو سوريا لأسباب سياسية ولواد احتفال بو يومه لما رعيد رأس السنة السورية المعارضة السورية تم البوقيرة منهم بعد دودخ احتفال أخني أول ما تخلش مدي عيد رأس السنة السورية يعني هل درجة أن ناشي هنا وادة محاولات بيدو ناشد تدودي مجهي مسجات عالم مديلة خيلان أي كيلم قشمنتا يعني بلكي دي رابنا شب كربي مني لتلغ دجمنت آثوراية شكم آثوراية بجانيه مهيمن اللي العراقي أنا أقدم رن عراقي برملوخ يعني ما سوري يعني العراقي خابو قرب وقرر من رماني لدجمنت آثوراية يولغ جواب قديو من قام بقرنه فاقد دجمنت آثوراية إنا آثوراية بالدرجة الأولى دخي ما دام دي ثقافة ديوغ دينية تابع للكنيسة ما دام دي ثقافة ديوغ عشائرية تابع للعشيرة إذا آية مقتنعة بالفكر العشائري والفكر الكنسي أكثر ما أنت تابع للفكر دي فأنك إيه تواتد يسيرات بيلهن وأني عشار يسيرات بيلهن same thing أرباي قمودي نشي أو سنة قطالة مغذاتة مودي بنا في عراق يو سوريا قمودي سنة علوية قطالة مغذاتة مودي بنا في سوريا إذن علينا أن نقول وداعا أيتها العشيرة كفكر لك رمز وداعا للفكر العشائري وداعا للفكر الديني نعم للفكر الوطني والفكر السياسي العقل السياسي زائد الفكر الوطني يساوي من تيثق كل ناشئ يا سيدي مثل جودي أمريكا أي أمريكا بجاودية لملمات من كل أنحاء العالم من كل الأعراق من كل الديانات من إلى حكام الله حكام الله خا قانون خا دستور يؤمن به كل الشعب الأمريكي أنا ما يفيدي خا قانون خا دستور يؤمن به كل الشعب العراقي والسوري أت ما عراقي بعد أمرت رئيس الجمهورية لازم يكون كردي ورئيس الوزراء لازم يكون شيعي ورئيس البرلمان لازم يكون سني وسيمثينج يو لبنان وسيمثينج بريج يو سوريا أت ما بانت
قدمت رئيس الوزراء تاوي الشيعي العراق ورئيس الجمهورية الكردي ورئيس البرلمان السني أن ليه بالخيل وقت عراق؟ الرئيس الشيعي بده يشتغل للشيعة والسني للسنة والكردي للأكراد، كلاتهم ما بدأوا ذي ينهشون بجسم العراق، يفتتون العراق. لذلك ده مريل بربوس للعراق هو دستور العراقي. same thing سوريا، same thing لبنان. قمود إذا آية لتلو انتماء للوطن، يا سيدي لتلو انتماء للوطن، أتود انتماء للوطن تاوي كل يعني آية ده أنا خلقوا أمريكا أنا كماش نتخل هذا خاجي خانا شوي دلو إزعاج خاجي خانا شنيرا للطالق آتاف ورايت خاجي خانا شوي دلو دازت آتم باش شقل التوخ سيتيزن يام باش شقل التوخ درايفر ليسن اندافع بطرق عضو كونغرس كالي بطرق بينما اندافع خامس أول مخابرات يو عراق يانجي وسوريا ليه هي كالي الدور رابي من قمخة مغلب وقارة مينا نسيها الديوخ قشت آسن بكل جب بولتقاية تودي تناية شو تباية امرخ نسيها ديوخ مودي له أنا زي بربور مرجوي أي أنا شو قلي دمرنا أنا شي سياسيين أنا خبراني بداية أخشي سب أخني لغني سياسيين دون نسنا بربور ومرجوي من كل ناشط إيدا من كل جب من كل أشيرته من كل شوتاسي من كل أحزاب ما في النتيجة التالية أخي كدي لخليطة خليطة معلش كلهم بول هاي دتوخ خافة خافة بقرخ لأ وابو قارة يا أخونا وافي أخني هل دي لخوي دي هتش من دي قمودي ما بدو دخني دي ولي جوتا دبر خات تريت لافة أربع وأي إلى رابة رابة ساناي رابة رابة ساناي بخاشر ما رخقت من دي متخلف ما رخقت من دي الجاهل ما رخقت دي الفاشل زي لا دمرتي يعني لا دمرتي أو إلى دكتور أو إلى مهندس يعني هو لقرية أي إلى دراسة ليلة تعليم أنا قريلي بشي رابية تتخاين بفرة دي هذا لا يعني أنا بشي سياسي جرت ميثة آيات ناشي مختصين بالمجالات كافة دان هو لترامب هو لترامب بلاطة هو لمخكوية بالسياسة حول كورونا هو لثاني ذا دكتورة هو لمخكوية بس فيروسات هو لثاني خا دكتور خينا مخكوية بس طريقة الانتشار كل واحد باختصاصه كل واحد بيعمل ليه هو يدمرت أنا أو خوري لما يثني أنا خيبة مشكلني ذاسي أنا بخملن بيد زيه بخملن لا نفرض بخملن بيد نين وجدي لك سلو هو بخملن بيد ديفيد خيو هاي من دو دخسيت أنا دو استوى فينا معي أو في كده إذا أخني أو زي خشي خيلي بتاريخ ذات وراي أو فلان واحد خشي خيلي بسياسة أو بصحافة أو باتصالات أو رابا خيلانا ليو روسيا أو رابا خيلانا ليو أمريكا وجمع ثدني تخصوراي إتن إمكانياتها إلى ماسي كل شيء تم جميني أنا ناشي ومتفقي خبر هذا لا يعني إلغاء الإيتا هذا لا يعني إلغاء الجبة هذا لا يعني إلغاء العشيرة دوس بس هايون كلاني بلخخ مغضاب الطمخام أخلا كلان جانا يا عشيرة كولخ أتاما أرشريش يا باطر يركى مطرا على راسي يا جبة على راسي أخشي باي خطخة أسوة بالعالم كله سب أنا مخكنق سياسي طيب مغزي لي خاندي موجي شماني ويني قد يجوز دمرتي أنا ولي ما يثولي أو مثل قد يجوز دمرتي قرذاي بهيتش من دي قرذاي لي ما طي الليني لا بالتاريخ ولا بالحضارة ولا باللغة ولا بالعلاقات وشمل قمودي دي قرذاي بدني تحول إلى مادة أساسية يتنافس عليها الأمريكان والروس لماذا صارت القضية الكردية قضية دولية يتحدث فيها كل العالم لماذا ثيل ذا يزيديثا ودل كلمة أمم المتحدة لماذا ترامب يخاطب الجنرال التركي مظلوم لماذا أثبتوا وجودهم على الأرض لم لين صوت خمن دييني لأنهم لم يثبتوا وجودهم بشيء تالي أنا خشلي اليونايتد نيشن داخل زي الدامر طالي لا مصيطة لو أنا خشلي أنا في الكونغرس الأمريكي لا مصيط لو أنا لذلك آية ورش قال نتيجة طبيعية لمقدمة طبيعية هذه الأعمال كلها ما وصلتنا لشيء
نقطة انتهى باسيمة هاوتون رابة لو كتشخوخون كتشيخوتون خليطوتون ولد برناشد لا خالد أصلا ليلة خامسة ليدامر ليس العيب أن تسقط وأنت تسير ولكن العيب كل العيب أن تقف مكان السقوط أخني مفلن يا أخي سقط ليني طيب هي خاصة دورها خيطة ليه دد استسلام خام دي خينا دمرنو الرأي العام الدول الكبرى أتني مصلحة منن أنا على مسؤوليتي أنا لنسني قد دمرني خاف خبره وتم الله طال الدوس هاي الدول جو داخل يعني تصور نظام السوري هو اللي يحتفل بعيد رأس السنة الآشورية كمصلحة الروس أي قدمري بايخنا من سوراي قتلون مصلحة الأمريكان سينثي البرلمان السويدي قدمور سوراي قتلون مصلحة وهكذا وهكذا أقدمري أورس ماي هايون داخل أخن أوفيس أخا هايون بتوخن أوفيس أثني مصلحة أقدمري هايون ودن كونفرانس أخا أثني مصلحة لأني كرمال سواد عيني وعينك أخي إما بدمري له أدتني مواني لي دمري أنتو شعب بدون عنوان كيس ماني دازغ خيو أنا إيوان بوتين بعد خد من داخل سوراي كيس ماني دودن اتصال إذن أخني باخلان خا عنوان خادرس ريشانوتا رابي بريش مناي ريشانوتا إنما ريشانوتا That's it أيالا رابي عود بسيمة رابا ريشت أخوي برختا خداقي أخيتا وهاود بسيمة رابا دانوخ وانا بداين اتقريخون خدانا بوش كريتيكيتا بسبب هم اشياء وتقشالت اراباي قدايا دانا والله تريد هرتا طيما دان تريدون زي اخر شيء طالوخ طم يقري شماني اود ولي الي خيالي خيال لي وخيال في الخابر ناشا تاوي جاودي خلطة تاوي دوس. دوس هدفي مالي هدفي وادا خيالي كل ناشط لي إقارة عليهم كل جبت لي إقارة عليهم كل إتواتت لي إقارة عليهم كل أشيرتت لي إقارة عليهم أختي أنا شراي وحكمة قفر يدخشون أنا كمين دوس كمين خلطة زونة بيدي وهاد باسيمة رابة شلامي تكلها باسيمة رابي باسيمة رابة إقارة القديم باسيمة باي 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 خزيان خبيوة أيوة تبقتا من رابي نمرو شليمون من شيكاغو أنا همون زودة من خاصات وبلقوي لن أمو دالي بقارة تيلون من فيسبوك من بني أمتن واردغ زيانة زي خكمة بقارة بقري منه أخت متخرج وبرقت خرزة أني إلى تخبنياتي ليلة مناي قريق أخلان رجمخلي ليلة مناي قد إتلسنيتا أني إلى خيالي قا مريستد جانن أنت يوغ جو جبه أنت يوغ جو شتابوياتي أنت يوغ جو إيطاتي خبني قارن قد يوخن بوشن بشلامه